أيضا يا أخواننا من المفاسد التي يجب أن تراعى إنه إذا كان في منطقة معينة والبدعة فيها منتشرة وبعدين المطالبة بالمناظرة لو طالبوك هم المبتدعة بالمناظرة وانت رفضت حيفهم الناس إنه السنة مهزومة والبدعة منتصرة وحيفهموا إنه أهل السنة ما عندهم حجة. عشان كده سألوا الشيخ ربيع هنا في الفتاوى المجلد الأول 351 إذا طلب صاحب البدعة من صاحب الحق المناظرة وغلب على الظن أن صاحب البدعة لا يريد الحق، لأنه لو كان العلماء عندهم إن الإنسان إذا ما بدور الحق، خاصة الشيخ ربيع، إذا كان المناظر ما يريد الحق ما تناظر. واستدل بالحديث أنا زعيم في ببيت في رباط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لأن المراء أصلا هو الجدل الذي لا نتيجة منه، ترتجى ما فيه منه نتيجة، يقول يناقشك ساي وانت عارفه ماذا يرجع. طيب السائل يقول ولكن إذا لم يناظره ظن العوام أن الحق مع صاحب البدعة، فهل لصاحب الحق أن يناظره؟ شيخ ربيع يقول الجواب إذا كان يؤدي إلى هذه المفسدة فأرى أنه يناظره. وده يا أخواننا كثير ما يحصل عندنا في الجامعات اللي هي الليلة اللي بيسموها أركان النقاش أو منابر الحوار أو المنتدى أو غيره، فمن باب التجربة الشيء اللي جربناه إنه لما أنت ما تفتح لهم مجال للمناظرة بيتقوهم بالمسألة دي، يتقووا بها، يقول لك أنتوا لو كنتوا أصحاب حق ولو كان عندكم حجة أفتحوا لنا باب نناقشكم، وإنت لو ما فتحت لهم هذا الباب للنقاش تبقى بعد ذاك المفسدة أكبر، تبقى المفسدة أكبر. ولو فتحت لهم باب للنقاش من باب التقدير، يعني ما شاء الله عندنا من إخواننا ناس يستطيعوا الرد بقوة وبحجة وبمنهجية قوية وبينجموا زول ده تمام، البخوش ده بيبقى في التخارج تاني والناس كلهم بيبقى مضحكة أمام الناس. فبهذه الصورة المصلحة راجحة والمفسدة قليلة جدا، المفسدة قليلة. فمن باب التقدير في أوضاع زي دي تفتح له باب يدخل وترد عليه رد قوي وتمسح بالواطة. بهذه الطريقة ظهرت السنة عند الكثير في كثير من الجامعات، الناس ما عرفوا منهج أهل السنة والمنهج الحق إلا بطريق هذه المناقشات. عشان كده بقت المصلحة فيها شنو يا أخوانا؟ مصلحة فيها راجحة. طيب قال إذا كان يؤدي إلى هذه المفسدة فأرى أن يناظره. إذا كان ترك المناظرة ورفضها يؤدي إلى إضلال العوام وانحرافهم وهذه مفسدة عظيمة، فيناظر إذا كان قويا في علمه وأسلوبه. لاحظ بشرط إذا كان شنو؟ قويا في علمه وأسلوبه ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل ويسلك الطرق المشروعة في المناظرة بالحجة والبرهان وبالتي أحسن. الشيخ مقبل في كتاب تحفة المجيب قال وظهرت دعوتنا بالمطالبة بالمناظرة. أحيانا دي بتكون فيها نوع إقناع، أنت لما تيجي تتكلم وتقول لهم منهجنا كذا، ما يجوز دعاء غير الله، ما يجوز البناء على القبور، ما يجوز التبرك بالقبور، كده طرحت منهجك وتقول لهم الناس المخالفين لي هم دول قاعدين، أنا طالبنا الآن بالمناظرة. شيخ مقبل قال وظهرت دعوتنا بطلب المناظرة، لأنه في إقناع أول ما أنت تقول للناس كده الناس جماعة بقول لك والله الجماعة ديل الزول ده لو ما شغله ده نجيض ما بقول كده، معناها شغلته دي مكربة ونجيضة، كده فيه إقناع، مزيد إقناع للناس. إذن يا أخواننا خلاصة الموضوع المناظرة منها محمود ومنها مذموم، والمحمود من المناظرة ما توفرت فيه الشروط اللي ذكرناه من العلم والمعرفة بالمناظرة وبضوابطها إلى آخره، والمذموم ما ترتب عليه مفسد أكبر أو ما كان جدالا عقيما لا فائدة منه إلى آخر الأشياء التي ذكرناه. والموضوع ده أنا جبت فيه مراجع كثيرة وفيه تفاصيل حقيقة اجتزأت
وصرفت النظر عن كثير من المسائل والدقائق لمسألة إطالة الزمن. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.